صباح الخير منير عجم. بهالفيديو حنركز على موضوع تقييم نجاح المشروع. كيف ممكن نقيم نجاح المشروع؟ خاصة آخر كم يوم سجلنا فيديوهات العلاقة بمشاريع متأخرة وبالأوفر بادجت والأوفر ران، ممكن بعض المشاريع الواقعية ممكن يكون عم بندار بطريقة غير صحيحة ولا غير مميزة. رأينا أنه اليوم نسجل على موضوع تقييم النجاح المشاريع. هلأ هذا الموضوع حكينا عنه كذا مرة، يمكن مسجلين سابقا بالإنجليزي وكتبين كمان مقالات عبر البلوك سايت تبعنا عن الموضوع، بس بعتقد أول مرة بنسجل بالعربي عن ال بدي سميها نحن بنسميها بالانجليزي الـ 4 dimensions of project success، اللي هو موديل نحن مطورينه بشركة سكاد مرتبط بالكامب ميثودولوجي تبعنا، اللي هو الـ 4 dimensions of project success، اما الابعاد الاربعة لنجاح المشاريع تقييم النجاح. هلا ليش ابعاد اربعة؟ هلا طبعا اذا مطلع اليوم حدا بحط منا سؤال على السوشيال ميديا، نسأل الأحباء عبر العالم الافتراضي إنه يا جماعة كيف بنقيم نجاح المشروع؟ هلا بالطبع حسب الشخص اللي بيجاوب، إذا كان شخص بيشتغل ب commercial IT ممكن يجاوب customer satisfaction، أما حدا ممكن يكون عم بيشتغل ك contractors completion on time on schedule، يعني نخلص المشروع على الميزانية وعلى الوقت أما نحقق أرباح. بقى بالطبع وجهة النظر تختلف بالضبط من مين عم بيسأل ومين مهتم. هون احنا لازم نميز أول شيء بين موقع البروجكت أونر وتقييم نجاح المشروع من وجهة نظر البروجكت اونر وتقييم نجاح المشروع من وجهة نظر مقاول اما استشاري. هلا بالطبع الموضوع كتير سهل بالنسبة للمقاول ولا الاستشاري ولا سيرفيس بروفايدر كونتراكتور، اللي هو بالطبع اذا خلص المشروع من ضمن الشروط حسب العقد، الشروط يمكن العلاقة بالوقت بالكلفة بالجودة بهالمعايير هيدي، والبروجكت اونر الكلاينت وافق له على نتائج المشروع، بالطبع ممكن يعتبر هون المشروع ناجح اذا حقق ارباح لهالشركة التنفيذية. وبالطبع اذا اكيد اذا البروجكت اونر اما الكاستمر تبعهم بعتبر انه عملوا شغل جيد. بينما من وجهة نظر البروجكت اونر صاحب المشروع الموضوع معقد اكثر بشوي، يعني احنا هون بحاجة لننظر لتقييم نجاح المشروع من عدة وجهات نظر. يعني نحن هلا خلينا نوضح الصورة قبل، نحن هلا عم نحكي من وجهة نظر صاحب الملك البروجكت اونر. هلا من ضمن صاحب الملك بالطبع في عنا عدة ادارات، عنا عدة فرق عمل عم تشتغل في فريق ادارة مشروع. فهون من ضمن ادارة من ضمن فريق المالك من ضمن وجهة نظر المالك نحن معتبر انه تقييم نجاح المشروع لازم يتم بناء على اربعة ابعاد. البعد الاول اللي هو معتبره نحن تكنيكال سكسس، اما نجاح المنتج، يعني كل مشروع له بالنهاية برودكت. نحن عم نعتبر هون عندنا شيء فاسيليتي بروجكت ولا شيء بغض النظر شو هو، ممكن يكون سيرفيس، ممكن تكون كخدمة اما عمل اما عمل تنظيمي، اللي هو في منتج حيطلع. يعني بس يخلص المشروع فريق المشروع حيسلم منتج محدد للفريق الاوبريشن اللي اما للاند يوزرز، اللي هو بالنهايه حيدير نتائج المشروع. يعني اذا عم نشتغل بطبعا نعمر بنايه، نعمر مدرسه، نعمر مستشفى، حابيش فريق بالنهايه حيسلم اداره اداره العمليات ما بعد من نهايه المشروع. أول شيء نحن لازم نقيم نجاح المنتج. هل المنتج البرودكت يعني اللي أصدرناها تم تنفيذها بناء على نطاق المشروع المحدد
معايير الجودة. يعني هون نحن عم نحكي نحن سكوب ان كواليتي، اوكي، يعني تكنيكال فينا نقول الى حد ما، تكنيكال مهني تقني، لازم ممكن ترجمات تختلف. نحن نفذنا المشروع، اذا طبعا اذا قدرنا نفذنا المشروع نحن خلال، لما بيجي تقييم المشروع بالاخر ولما نوصل للنهايه والبروجكت اونر عم بيقيم acceptance of the product، لما بصير في موافقة على تسلم البرودكت المنتج بالنهاية، هون ممكن يصير في تقييم للمنتج، إن هل هالمنتج تم تنفيذه بناء على المواصفات. اوكي، يعني هذه technical dimension. اللي بيسبق لنا بالنهاية ايه ولا لا، بطبع من ضمن في tolerance of error، يعني بكل شيء اليوم بكل معايير النجاح شو ما يكون يكون في، لازم يكون في tolerance of error، انه نحن هون مبدئيا لازم يكون يحدد هالشي بناء على نوع الشغل. ما فيني هلا اعطي امثله كتير لانه تختلف من ارض السماء حسب انواع المشاريع. سو البعد الاول لتقييم نجاح المشروع هو بعد تقني مهني، نقدر نقيمه بنهايه المشروع، والتقييم بيصير بناء على المواصفات والمعايير والمتطلبات المشروع. اوكي، الدايمنشن الثاني، اما البعد الثاني لتقييم نجاح مشروع هو بنعتبره نحن بعد تقييم نجاح اداره المشروع. يعني هون بنحكي على البروجكت مانجمنت سكسس. بالطبع لما بتوضع خطه اداره المشروع، مش الخطه التفصيليه، خطه اداره المشروع، لازم يكون تم تحديد بالطبع ميزانيه المشروع، ميزانيه المشروع، جدول الزمني، واي شروط تانية ممكن تنوضع من ضمن خطه اداره المشروع. هون بالطبع لما بنجي نحن بنخلص المشروع وعم بعد ما يصير في acceptance للبرودكت وعم نجرب نغلق المشروع، قادرين نحن نقيم نجاح المشروع على بناء على بعد الإدارة، إدارة تنفيذ المشروع، إدارة المشروع، يعني نجاح إدارة المشروع. نرجع نعيد project management success، هالتقييم بيتم بطبع كمان بناء على الميزانية والواحد، بس مثل ما حكينا بفيديوهات سابقة بناء على كمان في margin of error، في tolerance plus or minus 5% plus or minus 10% حسب ما بتحدد منظمة المنفذة للمشروع. فهودي البعدين الأولين اللي حكينا عنهم، البعد الأول اللي هو بعد تقني مهني إلى حد ما، والبعد الثاني اللي هو إدارة المشروع، هودي قادرين إحنا نقيمهم لما قبل ما نغلق المشروع. يعني بالنهاية لما نخلص نسلم المنتج ويتم الموافقة على استلامه، قادرين إحنا نقيم نجاح المنتج ولا نجاح الإدارة. وهذا ممكن يدخل، هالمعلومات تدخل من ضمن الكلوز اوت ريبورت للمشروع. هلا غير هيك شو في من وجهة نظر البروجكت اونر؟ بالطبع لازم اسا في عنا بعدين تانين. البعد الثالث اللي هو نحن معتبره وبنسميه بالانجليزي بروجكت ديليفري سكسس، انه هل نحن نفذنا وسلمنا المشروع بناء على التشارتر والاوتوريزيشن، يعني على الشروط حددت لنا اياها الاداره، اللي هو هذا الشيء ينشر بعبر بروجكت اوتوريزيشن دوكيمنت حسب منهجيه سوكاد. اذا بنستخدم ترمينولوجي تبع بي ام اي ولا الايسو، هون ممكن نستخدم نحن كلمه بروجكت تشارتر. سو هون فينا نقول نحن هل نفذنا المشروع بناء للبروجكت اوتوريزيشن والتشارتر، يعني هل قدرنا حققنا نجاح تقني وحقدرنا حققنا نجاح الإدارة، وإذا في شروط تانية ممكن يكون وضعت من قبل الإدارة عبر البروجكت أوتوريزيشن دوكيمنت فينا نقيم. هلأ بس عادة أنه نحن حسب نوع المشروع أنه هالشي يمكن صعب تقييمه قبل ما نغلق المشروع، سو لازم يصير تقييمه بعد ما ينتهي المشروع. طب هون في ناس بيقولك بس مدير مشروع بيكون ترك ولا استقال ولا تتقاعد ولا ما بقى أنه موجود بالمشروع، ساب الشركة، المشروع تسكر. اكيد ما هون بيجي ضروري يكون في عندنا بروجكت مانجمنت ديبارتمنت، استراتيجيك بلاننج ديبارتمنت، حدا بالمؤسسات لازم يكون مسؤول على المشاريع وتيصير تقييم نجاحها بعد على الاقل حتى بعد ما يغلق المشروع، والبروجكت مانجمنت تيم كله يمكن والسبونسر يكونوا انتقلوا لمشاريع تانية اذا ما تركوا الشركه ولا المؤسسه. البعد الرابع هو الاهم اللي من وجهه نظر مالك المشروع، اللي هو مرتبط بفكرة المشروع وبدراسة الجدوى وإمكانية تنفيذ المشروع بنجاح. يعني إحنا حسب سوكاد ميثودولوجي عندنا شيء اسمه concept stage وفيه feasibility stage. بالconcept stage بنحط document اسمه project brief، اللي هي بتحدد
شو هو المشروع والجاستيفيكيشن ليش نحن عم ننفذه وارتباطه باستراتيجية المؤسسة، وبالطبع بناء على هالشي مصير دراسة جدوى وإمكانية تنفيذ المشروع بنجاح، يعني هي دراسة feasibility study. فهون الدايمنشن الرابع هو مرتبط بهالكونسبت والبروجكت بريف والفيزيبيليتي ستدي، اللي هو هل قدرنا نحن حققنا، هل قدرنا خلصنا نفذنا سلمنا المشروع بناء على المعايير اللي انوضعت لما نحن اطلقناه، يعني لما بيكون في عنا عملنا له البروجكت بريف والاوتوريزيشن. يعني بمعنى تاني نحن لما الاداره بتوافق على المشروع بناء على فيزيبيليتي ستدي باول المشروع وبناء على فكره المشروع، هن عم بيوافقوا على مشروع لانه متوقعين افاده محدده، بنفيت محدد انه هالمشروع حينفذ لهم اياها. ممكن يكون البنفيت تكون ريتيرن اون انفستمنت، انه 20% ارباح على المنتج اللي عم بيطلعوه. اما ممكن يكون اذا عمل اجتماعي خدمه اجتماعيه نحن قدرنا وصلنا ل 40% من المجتمع بتوصيل فكره محدده، ولا قدرنا وفرنا 20% improving productivity by 20%. يعني هون بدنا نحدد الأهداف. بالنهاية المعايير الأربع كلهم، الأبعاد الأربع كلهم يكونوا لهم أرقام، يعني quantitative مش qualitative. هلا ممكن ندخل qualitative measure، بس بالنهاية نحن بدنا بالنهاية شيء محدد، مش بدنا motherhood statement ما بيقولوا إنه يعني I wanna be happy. أوكي شو happy وشو معناتها happy؟ define happy. I want a car clean. أوكي شو معناتها define clean؟ سو في شغلات هون احنا بحاجه نوضحها. وضروري هون البعد الرابع مثل ما قلنا هو الاصعب، وهذا يمكن ما نقدر نقيمه غير لبعد اشهر ولا سنوات من تنفيذ المشروع واغلاقه، لانه تركيز هون على هل هالمشروع ادى طلب، هل هالمشروع ادى الى الافاده اللي كانت متوقعه، هل نجحت الاوبجكتيف تبع المشروع. مختصر على السريع، أربع أبعاد لإدارة، أربع أبعاد لتقييم نجاح المشروع، كل بعد له أهمية خاصة بخلينا نقدر نركز على مكان الخلل إن كيس إن إذا في حال وجود خلل ما. البعد الأول هو تقني مهني، هو تقييم المنتج إنه هل المنتج تم تنفيذه بناء على المعايير. البعد الثاني هو نجاح إدارة المشروع، كمان هون بنركز نحن هل المشروع تم تنفيذه بناء على خطة إدارة المشروع من ناحية الكلفة والجدول الزمني وما غيره. البعد الثالث هو delivery success، تنفيذ تسليم مشروع بناء على معايير ممكن وضعت عبر authorization document ولا charter، وهذا الشيء ممكن ما نقدر ننفذه، نقدر نقيم هالنجاح إلا لبعد إغلاق المشروع. والبعد الرابع هو بالطبع البعد أهداف المشروع، نحن هل هالمشروع حقق الأهداف اللي كانت متوقعة لما تمت الموافقة عليه من الإدارة العليا؟ يعني هل نحن قدرنا نحقق الإفادات المتوقعة، benefit realization، تحقيق الأهداف للمشروع. بشكل مختصر هون هني four dimensions of project success، الأبعاد الأربعة لتقييم نجاح المشروع. شكرا وإلى اللقاء.